Tiens, attends. الأحزاب عادة بعد انتهاء الانتخابات تقفل مقراتها وتنتظر الاستحقاق. بلادنا فيها أحزاب تقود الحكومة لكن لا صوت إعلامي لها، بعد على جنائية ولا تنظيمات قطاعية ولا تقوم بدورها الدستوري في تغيير المواطنين وتعبئته وإشراكه في القضايا. هنا في اتحاد اشتراك القوات الشعبية اللي ماشي الانتخابات اللي خلقتنا، خلقتنا في ظروف النضال الحقيقي من أجل قضايا المجتمع، سعداء بما أنجزته الكل. درنا مؤتمر النساء ودرنا مؤتمر الشباب، درنا مؤتمر النساء وها هي دي مدونة الأسرة في النقاش النسائي، درنا مؤتمر الشباب، درنا مؤتمر لقطاع التعليم وها قضايا التعليم مطروحة في المجتمع، درنا مؤتمر للمهندسين، وأخيرا بمناسبة مشروع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية عندنا مؤتمر كذلك لقطاع الصحي. اليوم يلتئم المؤمنون الاتحاديون والمحاميات الاتحاديات عبر ربوع الوطن في هذه المدينة العالمية، عاصمة العالم اليوم هي مراكش، وعندما يجتمع الاتحاديين فلأن قطاع العدالة وقطاع المحاماة مهنة المحاماة تتعرف سخونة وحياة حقيقية في النقاش في أوضاعها ومآلها. على مستوى مهنة المحاماة أولا كذات تروح اليوم في الأيام القريبة والأسابيع القريبة القادمة انتخابات مهنية وانتخاب أجهزته، تروح اليوم كذلك مشروع قانون المهنة على مستوى ما يرتبط بهم لا من تشريع ولا من قضاء، مطروح اليوم مشاريع إصلاحية وورش إصلاحي كبير تروح البلاد أن يحسم فيه، من ضمنها القوانين التي تناقش اليوم والمطروحة اليوم. لذلك عندما ينتئم ويجتمع الاتحاديات والاتحاديين فماشي من أجل انتخابات ستمر أيام، ولكن من أجل قضايا الوطن ومن أجل تنمية هذا المجتمع ومن أجل تطوير هذا الوطن والدفاع عنه وعن قضايا. تحية للأخوات والإخوة في الجريدة الإلكترونية 26. هذا مؤتمر ديال قطاع المحاميات والمحامين الاتحاديين اللي كينعقد تحت شعار ديال المحاماة بكل أبعادها المهنية الحقوقية والسياسية. لا شك أن يعني المهنة ديال المحاماة في المغرب لها واحد الرصيد تاريخي كان لنقبائها وقيادمتها دور أساسي في النظام من أجل الديمقراطية ومن أجل بناء الدولة ديال القانون والمؤسسات ومن أجل حقوق الإنسان. هذا النظام طبعا جعل المهنة ديال المحاماة في قلب الحياة السياسية والحقوقية في المغرب لسنوات طويلة. اللي لاحظنا احنا كقطاع ديال الاتحاد الاشتراكي ديال المحاماة على أن هذه الأبعاد الحقوقية والسياسية بدأت تتراجع في المنظومة ديال العمل ديال هيئات المحامين المغرب والمحامية والمحامين عموما. لذلك طرحنا على نفسنا هذا السؤال، كيف يمكن للمحاماة أن تستعين هذه الخطوة التي بدونها لا يمكن أن تكون في الموقع الحقيقي الذي يجب أن تكون فيه، لا سيما أن مهنة المحاماة هي مهنة النخب ومهنة الطبقة المتوسطة اللي عليها يعني المعول في أن تساهم في التغيير وفي الإصلاح. المحاماة اليوم تواجه مشاكل وتحديات حقيقية، لا يعني من أهمها أن وزير العدل جاب واحد مشروع قانون لإصلاح قانون المهنة التدريبية العامة. هذا المشروع أثار كثيرا من الملاحظات وكثيرا من النقاشات
وكان تبنى على واحد المقاربه تشاركيه مع الجمعيه في اسمها من المطلوب مع الاقامه المغرب، لكن مع الاسف في هذا المسار وحيد هذا المشروع القانون عن امانه العامه للحكومه دون استكمال كل القضايا التي كانت متعلقه وخلافها. لذلك احنا في هذا المؤتمر مش كمان غادي نحاول ايضا نساهموا في فوقعينا في تجويد هذا المشروع ليكون في خدمه ومن اجل تطوير مهنه المحامي. فلذلك احنا في هذا المؤتمر كنعتقد اننا غادي نساهموا من موقعنا كمحاميات ومحامين تعليم في بلوره افكار واقتراحات للتغلب على المشاكل اللي كتواجه المهنه وللتفكير في آفاق المستقبلية ديال مهنة المحاماة في عالم يتحول ويتغير وتختلف الكثير من التحديات. نسلم أن بلدنا بلد مفتوح قد تغلب في مواجهة شركات مهنية المحاماة عبر القارات، وأن المهنة لأنها خصها تأهل وتستعد لهذه التحديات.